تعالوا بينا النهاردة من معرض هيما شوب، هنقول لكم ايه محتويات كرتونة الهوفر بورد العشرة انش. تعالوا بينا نبدأ بفتح الكرتونة. محتويات الكرتونة الشاحن اول شيء، وكمان الفيل الجميل اللي نقدر نحمي بيه المنتج بتاعنا الجميل الهوفر بورد. تعالوا بينا نشوف جنط الهوفر بورد، وده الجنط ماتيريال المعدن، وكمان العجل بيبقى عجل نفخ وبيتنفخ سواء بكمبروسر او منفاخ يدوي عادي. تمام، تعالوا بينا نعرف الشكل المميز للهوفر بورد زي ما حضراتكم شايفين، وكمان الكرتونه بتاعته بتبقى سمارت تيم بالانس ويل، ده الكرتونه بتاعته. تعالوا نرجع تاني للجهاز. اولا نشوف الجزء بتاع زرار الباور، كمان الزرار بتاع الشحن سكة الشحن، علامة البطارية. هنشغل معاكم الجهاز. اولا تبدأ تطلع عليه وتبدأ تظبط اتجاه رجلك، تبدأ تتحرك. معرض هيما شوب بيقدم لك الماتيريال الجنط المعدن والعجل النفخ، شكل مميز جدا. هيما شوب، سعادة أطفالك تهمنا.